بعد انتهاء مشاركته في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة، وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مدينة رام الله في زيارة استغرقت 3 ساعات. التقى خلالها رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، وبحث معا نتائج مؤتمر المانحين والإسراع في عملية إعمار قطاع غزة. هذه البرامج والمساعدة ستبقى عاجزة وقاصرة عن تحقيق أهدافها ما لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة بشكل فوري. بالنسبة لمؤتمر القاهرة انتهى بعدة توصيات بالأمس كما تعلمون. المبلغ الذي يعلن عنه هو 5.4 مليار دولار. المؤتمر دعا إلى تكثيف الجهود لدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الحكومة الفلسطينية من كافة الأطراف في قطاع غزة. بان كي مون والذي أبدى تعاطفه مع الفلسطينيين وتحدث عن الدمار الهائل الذي حل بغزة ورعب الأطفال فيها الذين عاشوا 3 حروب خلال 5 سنوات، فيما دعا بان كي مون الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى استمرار المفاوضات من أجل السلام. وتمنى بان كي مون أن تسير خطة إعمار غزة دون معيقات، في إشارة منه إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي أدان أيضا توسعه الاستيطاني واستيلائه على الأراضي. وعلى الرغم من تغني بان كي مون بالسلام ونبذ الإرهاب، كان عليه الأولى أن يزور قطاع غزة بدلا من زيارة إسرائيل ومشاهدته للصواريخ التي تسقط على رؤوس الفلسطينيين في غزة. I'm here with a message of hope. أنا أحمل رسالة أمل لإعادة بناء قطاع غزة من أجل العمل على خلق مستقبل أفضل لأهلها. هناك آلاف المدنيين يموتون إضافة إلى استمرار معاناة مئات الآلاف. الإعمار مهم جدا بالنسبة لقطاع غزة، والأهم هو العمل على عدم تكريس الوضع القائم. زيارة بان كي مون إلى دولة فلسطين جاءت في وقت تحتاج فيه فلسطين إلى دعم سياسي واقتصادي، وأبدى كيمون تفاؤله من حكومة الوفاق الوطني وزيارتها لغزة وإتمام اتفاقات المصالحة، وتعهد باستمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة الفلسطينية محذرا من استمرار سياسات إسرائيل بحق المقدسات في القدس المحتلة. زيارة بان كي مون إلى رام الله قيل أنها دعما سياسيا والجميع يتمنى ذلك، لكن بان كي مون مر من خلال حواجز الاحتلال الإسرائيلي ومر بجانب جدار الفصل العنصري، ومن على منصة الرئاسة قال: نريد أن يتحقق السلام. أي سلام سيتحقق طالما بقي العالم صامتا وفي مقدمته الأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب؟ أحمد برهم، رؤية، من مقر الرئاسة الفلسطينية، رام الله.